بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله راح أوريكم خطوات عمل درس طي أطراف الصورة. أول شيء راح نفتح الصورة، نبدأ نسوي الخطوات. أول خطوة نروح عند تبويب فيو ونختار نيو، هذه طيب. عاد ما أدري شلون يقولونها بالإنجلش، هذه عشان نقسم الصورة قسمين متساويين، فنحط هنا 50%. بعدين نسوي الخطوة اللي بعدها، ناخذ أداة التحديد ونحدد الجهة اليمنى أو اليسرى. لين نوصل عند الخط الأزرق، بعدين نضغط عليها كليك ونختار هنا لير بياكوبي. تلاحظونها تطلع هنا. الخطوة اللي بعدها نفس الخطوة، بس لازم نفعل الباك جراوند اللي هي الصورة الأصلية، ونسوي الجهة الثانية بنفس الطريقة. نختار أداة التحديد ونحدد لين نوصل عند الخط الأزرق. نفس الطريقة، الحين نبدأ نسوي الخطوة رقم 5. نروح عند ايميج هنا، بعدين نختار هذه عشان نخليها أبيض وأسود. خلاص بس نسوي موافق. نروح عند الطبقة الثانية، اللير الثاني، نفعله ونسوي نفس الخطوات. الحين نبدأ نحط إطار للأطراف اللي راح نسوي لها الطي، من قائمة إيدي، من تبويب إيدي نختار Stroke، نختار اللون اللي نبيه. مثلا أنا الصورة عندي وردي، ف هنا العرض حق يعني تبينه نحيف ولا سميك. أنا أشوف إنه 13 مرة حلو. وبعدين نسوي نروح عند اللاير الثاني، نسوي نفس الخطوات. أي شيء تطبقينه على اليمين تطبقينه على اليسار. الحين نبغى نبدأ في الطي، فنروح عند تبويب إيدين ونختار هذا آخر واحدة، هذه وار، ونبدأ الحين نطوي الصورة. لازم تحفظين اللي تسوينه هنا، يعني تعرف انه انت حطيتي هذه النقطة على هذه النقطة علشان تطبقينها بالجهة الثانية.
كبابين هنا بنسوي الأبراج. الحين نروح نسويها على الجهة الثانية، لازم نفعل الليل الثاني اللي هو اللي على الجهة اليسار، نسوي نفس الخطوات. الحين خلاص كده خلصنا، ممكن بس نروح الحين ونشيل الخط اللي بالوسط. إذا تبين تشيلينه بس عشان تشوفين الشكل النهائي، إذا ما تبين تبدين تحفظين على طول، بس إذا تبين تشيلينه هذه الطريقة من الفيو. هذه كليب، خلاص كده هذا الشكل النهائي للصورة. بعد تكتبين اسمك. بس تحفظين الصورة من سيف آن، تسميها مثلا زي أطراف الصورة. نغير الصيغة، وبس كده كنا انتهينا من الدرس. إن شاء الله إنه الشرح واضح. والسلام عليكم ورحمة الله.